مرحبا جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد. كنتمنى تكونوا كاملين تمام بالصحه والعافيه وتكونوا بخير على خير. كنبان لكم مزيان بعدا بلي وجهي بحال مظلم شويه تحت عيني مع هادي. المهم كغادين مع هاد الوقيته ومع هاد الشيء، سو اليوم غادي نصور لكم واحد الفيديو اجي على غفله، ما مقاد ليه، ما مسوق ليه، ما والو. سو اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الطريقه اللي بسيطه وسهله كيفاش دوز نهار زوين اللي كنتي خارج ولا خارجه بوحدك زيرو درهم في بلاصه اللي عاديه تبان لك ولا يبان لك ما فيها والو، تقدر تخلق فيها السعاده وتصور فيها، يعني دوز فيها وقت زوين. وهذا الشيء انا غير بوحدي دابا، وغادي نبين لكم بلي بوحدي ندوز وقيته زوينه ونطلع فيديو زوين. فولا كنتي اول مره تفرج فيا ما تنساش دير كاع دوك لي ستاب من ابوني وانت طالع. يلا ندوز يلا فيديو، ليتس جو جايز. انتوما ابادي ديال الدراري الصغار تخلق عان بوحدي مسطي، ما شوف ما تسوقش البنادم، ضحك والعب امجيني بوحدك، ما تحتاجش لشي حد ولا عندك واحد الوقيته صغيره المورال وداك باغي تضحك وتلعب. ما تبقاش تسوق ليا البشر لي دايز لي غادي لي جاي، ضحك وعيش وخا بوحدك بابسط الحوايج. نوريكم انا فاش كنلعب. هانتو ما فاقو هانتو ييب هاي ها غادي نخلق انا. مازال نديكم بلايص اخرى في هاد البلايصه لا ليغا غاب زوينه. هانتو ما كتشوفو هنايا كاينين بلايص ديال لي جو ديال الدراري، وهاديك البلاصه هذيك بحال شي تله، والبلاصه اللي هي كتزلقوا فيها وكاينه واحد المرايه ليه. اوكي جايز دابا غادي نمشي، غادي نديكم بلايص فين كتزلقوا ونوريكم جهه المرايات كتصوروا فيهم، خصوصا الدريات بزاف راه ما تما كاع الناس ديال كازا واللي جاوا هنا يكونوا عارفين هذا البلاصه. عاد هما جيوا هنايا تضحكوا وتلعبوا وتقدروا تعرفوا علينا جداد هنايا ولا في مدينتكم. عندكم شي بلاصه بسيطه عندك واحد جوج لغه ما فيك، ما بغيتيش تطلع للدار، ساليتي شي شغل ولا غير مريح ولا اللي كان، ضحك مع راسك ولعب مولار كازا. ثم هذه ديال المرايات كتصوروا فيها الدراري والدريات كتصوروا هنايا وريحوا اللعيبات. جايز عاد تزيد على ذلك هاد البلاصه تقدر تجيب فيها وليداتك تريح تخليهم يلعبوا. كاين بزاف ديال الرايت كما قلت لكم، لان هاد الزلايكا كاين هاد البلايص ديال هنايا ديال كما كنقولوا تخليهم يتزلقوا ويلعبوا. غنوريكم هادشي دابا كاع الناس كيجيبوا وليداتهم، وهنا خصوصا كتكون عامره في الويكاند السبت والحد راه بزاف. عاد زيد هنايا كيريحوا يديروا بيكنيك تما الوسط كيديروا بيكنيك. دابا نديكم نوريكم فين، سو تقدر تجي انت يا صحابك تريحوا ديروا بيكنيك تضحكوا تلعبوا. كيجوا هنا كيديروا سبور كره الباسكيت يجريو اي حاجه زوينه هاد البلاصه. اي اهم حاجه كاين بزاف فين تريح ودير بيكنيك وتلعب وتضحك. هاوريكم انا هاتو ما بحال هاد البلايصه تجيب فيها وليداتك يلعبوا. هنايا كاين عاوتاني هادي هاد الخضره ديك ديال المرايات هي كيلعبوا فيها، كاين هذيك بحال ديال الناط صافرا تما هادي حتى هي كيطلعوا في هذيك الحبل وهذيك زوينه وكيهبطوا مزلقين فيها بزاف اللعيبه تقدر ديرهم. دابا غادي نديكم لها جيت جيت الزلاقه نوريكم. بقاو معايا جايز. انتو جايز انتم بحال هاد البلاصه هادو الصغار ديال الدراري الصغار، ولكن كاينين حتى الكبار من ليه طلع لهم الدروب هما كيتزلقوا فيهم الدراري الصغار. إلا كان باقي صغير بزاف ختي عليك ها هنايا يتزلقوا. جيبوا وليداتك زيرو درهم يلعبوا تريح تقابلهم يا سلام. هنا مبرد القضية وخا يكون صاد ما تحش، تبقى معي دابا نطلعوا انتوما جيو معي كاع. ها هما ستيب باي ستيب غنطلعو دابا نزلق انا واخا شحال هادي متزلق فيها منين يلاه داروها كانت زوينه ونقيه وكانت باقا زوينه ناضي. ها نتوما دابا راه خاويه عمو هنا راه الا جيتي شي ايامات خصوصا السبت والحد راه مكتلقاش بلا هنا راه هادو كيجي دراري، راه ماشي الدراري الصغار اللي كيجيو يلعبو، دراري دريات رجاله كلشي. ها نتوما
باش تعرفوا اخوكم التواضع نهبط دابا، ما كاينش العياقه وداكشي. كاز دابا غادي نديكم غادي نوريكم بلاصه اللي كيديروا فيها بيكنيك، يعني البلاصه اللي كيريحوا فيها. تقدر تجي تكا كاع تضرب على جبد على واحد النعسه كاع تكون دافك زوينه، وهنا مبرده مع الشجر وزوينه. وعاد كيجيو خصوصا الويكاند السبت صن السبت تجي هنايا بالعشيه كتلقى الدراري والدريات الصحاب والصحابات ولي زامي هكا، يعني جايين يديروا بيكنيك هنا والعائلات كيجيبوا الماكله ديالهم يريحوا بقاو مجمعين. انا نوريكم هذه البلاصه مزيان. دابا انا غير النص اللي عليه حتشواب كانت كتسمى دي ياسمينة. دابا نوريكم جوج البلايص من هنا والجهه الاخرى. دابا هذه الجهه الكبيره اللي انا فيها اللي فيها بلاصه الالعاب اللي وريتكم وداك الشيء. غنديكم للجهه الاخرى فين كاين فين كيدير السبور وداك الشيء حتى هو. يلا بقاو معايا نوريها لكم ايطاب باغ ايطاب. انتم دابا هذه سادين كيقادوا في الكازو، ملي كيتقاد الكازو مزيان عاوتاني كيحلوه البنان، ملي كتولي بحال هكا انتم محفره كيسدوها حتى ما يريح فيها حتى واحد حتى كيقادو مزيان. ايوا هذا بحال هذا، لكن دابا راه حالي اللوم عاود الجهه من الاخرى اللي هيه كما كتشوف راه بنادم مريح. بقاو معايا نديكم الجمة تما. قال دابا الناس راه غير شويه ما كاينينش بزاف، ما كنبغيش نصور مرك عارفين شحنا راك عارفين المغاربه ما كيبغيوش لي صورهم. دابا كنحاول نشد من الجنب من هنا. ها انتم راه الناس مريحين حتى العشيه عاد كتبدا تعمر شويه. دابا غادي نديكم للجهه لهي جهه من لهي فين كيلعبوا الباسكيت وداك الشيء. يلا بقاو معايا جايز. انتم كما كتشوفوا هما الدراري هنا مقصرين باسكيت، عاد كاينين الدراري لهيك مقصرين كره، الدراري ديال الكره راهم هذيك الدراري بحال هكاك. هذا حتى هو تقدر تلعب فيه الباسكيت كره اللي بغيتي. اما بغيت نقرب لهم بزاف باش ما يقولوش لي صور شي فيديو صيفطوا لي راكم عارفين، فبغيت نبقى شويه بحال هكا ندير واحد لا ديسطونس. هانتوما الدراري والدريات كيلعبوا هنايا. كاز هاد البلاصه ديال صحاب الرياضات الاخرى، بلاصه صحاب يديروا حركات كلي كيتريني عيبان. ما عرفتش دوك اش كيقولوا السميات دوك ديال الحركات اللي كيديروا هنايا. المهم مشاو ليه سمياتهم كاملين. كيجيو الدراري قصروا هنايا هاد البلاصه هي زوينه ونقيه. عاد كيما قلت لكم هاد البلاصه كامله هانتوما تالهي راه تبارك الله كبيره. غير دير بيكنيك بنادم كيريح فيها والجهه من الهي اللي جيت منها. اوكي جايز دابا نخرجوا من هاد الجهه ونمشيو النص الاخر نوريه لكم حتى هو. دابا انا خرجت من هاد النص اللي ورايا كما كتشوفوا وغادي النص اللي قدامه. قطع غير الشانطي كتلقى عاوتاني النص الاخر. غنوريكم ها هنايا كاين البلاصه بحال زوينه قادوها كانت ياسمينة غير خلا. دابا غادي نمشيو غادي ها انتوما جايز راه كنفلوغي عادي نص جريع بنادم كيشوف فيا نو بروبليم. خصك تسوق الباجار اللي كان كيعجبك كتشوف باغي حتى دير لي فلوغ هكا وعندك هذا المشكل ديال دير بالك مع بنادم ونسى لي الباجار. ثم شوفوا هذه الجهه الاخرى بارك الله شوفوا كيما قادينا. كاين كيجيو بزاف ديال المسلسلات الافلام المغربيه كيصوروا لقطات هنا. ها انتم كاز هاد الجهة راه بحال هي تاهي كاملة غير هاد البلاصة صغيرة ما دايرين فيها بلاصة لي جوع وبلاصة يعني فين دير سبور بحال لاخرى. الاخرى كبر بزاف دايرين فيها بلاصة ديال سبور وفين تلعب باسكيت وبزاف ديال الحوايج. هادي هاد النص تاهو دايرينو على قبل لي جهة بنادم يريح يدير بيكنيك كما الاخرى حتى من الجهة الاخرى من لهي تاهي كاينة بلاصة فين كيريحو بنادم كيديرو بيكنيك وريحو بالشجر والهوا نقي.
عاد كاين هذيك البلايص اللي هنا نديكم لها كتصوروا فيها، بقاو معايا جايز. هذه من اشهر واقدم البلايص في هاد لا ليغا غاب، دابا ولات سميتها لا ليغا غاب، مسمى القديم اللي كانت مشهوره به، باقي الناس كيقولوا عليه هي ياسمينة. هاد البلاصه من زمان، من سنوات طويله، من وانا باقي صغير نادم كيجي يتصور هنايا، ومع هاد الكنيسه كتعطي التصاور ناضين لصحاب الفيديو صحاب كلشي، وكتجي هنايا من غير كانت شحال هادي كانت تخلع. كما قلت لكم دابا راه تبارك الله قادوها، شو السياح اللي هيه، السياح سيكوريتي كما كتشوفوا لي كاميرا ولات سيكوريزي ديال بصح وامنه. شو بزاف ديال الكور كيجيو هاد الفواياج اورغانيزي، تراري والدريات كيريحو هنا ولي زامي. واهم حاجه في هاد البلاصه هي الكالم، هنا الكالم ونقيه بعيده على ديك الضجيج ديال المدينه والطوموبيلات والصداع الراس، هنا كتحس بواحد الكالم ونقاء. كيقال بقاو معايا باقا الجوله ديالنا مستمره جايز. من ورا ما كتخرجوا من تما كنمشوا من ياسمينة ولا لا ليغا غاب اللي بغيتو تقولوا لها، كتخرجوا كتدخلوا هنا كتلقاوني فادا هنا فين دايرين لهم صحاب السكايرين. هنا كيلعبوا بيكالا اي حاجه، صحاب بيكالا ديري لهم هاد لاسباس يلعبوا فيه. وهنايا لصحاب السكايرين مبغيتش نشدهم بزاف، اصلا خاويه دابا شويه باسكو باقي الحال، ووسط السيمانه لا جيتو سلتو لحد راه ما تلقاوش بلاصه فين كيلعب بنادم كتلقاوه عامره. وحتى لا جيتو العشيه دابا راه باقا شويه بنادم باقي في قرايه ولا ما عرفتش، وهنا كتكون عامره. وما كنبغيش نقرب حد، ديما كنجي نقرب نشد شي لقطه بحال هكا بالكاميرا، دا عليا صورني يشد هادي صيفط ليا دراري صغار، وكنتفادى انني نقرب. وهنا كما كتشوفوا هاد البلاصه حتى هي قادوها، كانت كما كنقولوا هي غير واحد واحد الوسيعه، كيجيو المهم كيجي بنادم في السبت واحد يجمع فيها نادم كيريح فيها، كانوا كيجيو صحاب كاع لي ستايل يريحوا هنايا. المهم دابا راه قادوها، ولات زوينه ونقيقيه كما كتشوفوا. هاي هاد المنظر رائع، اشجار و النقاوه، شو هذوك الرسومات اللي على الحيوط، سوق ولات زوينه ونقيه، والسيكوريتي تا هي السيكوريتي، تا هي رفاه السيكوريتي، وما كيخلوش بنادم يدير بزاف ديال الحوايج. عاد كاين تقدر تريح تما، دايرين كراسي تما على الشجر هاكا تما مبرده تاهي. فوالا هادشي اللي كاين في الجوله ديالنا ديال هاد اليوم، خصوصا في هاد المنطقه اللي جات في وسط المدينه. الا جيتي لكازا ضيف ولا هاكا ضروري تجي تضرب فيها دوره، جيتو عائله ضروري تجيبو وليداتكم يلعبو هنايا، تجيو تريحو ترونكيل نقيه وزوينه. فوالا ما تحتاج تخلص فلوس ولادك باش يلعبو لا والو. المهم هادشي اللي كاين جايز، هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ديال هاد النهار، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ضربت بكم دور هنا لا ليغا غاب، وهنا في نيفادا، دوره خفيفه ظريفه، وريتكم بلاصه وريتكم بزاف ديال الحوايج اللي تقادو هنايا، وشنو تقدر دير الا جيتي بوحدك ولا صحابك ولا الا جيتو عائله وهكا بوليداتكم. كنتمنى هاد لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. يلاه تهلاو في فيديو جديد في نهار جديد.